جميل، سنة حلوة يا تامر، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بالا بالا هنلعب الفصل، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، مليان أبو الفصل. كفي يا حبيبي، كل سنة وأنت طيب يا تامر يا حبيبي. أهلا سعادة البيه. اتفضل يا سعادة البيه. السلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا حاج، بتخبط زي الغرب يعني؟ ايه غرب ايه، ربنا ما يجيب اغراب، بس اصل انا نسيت المفتاح في المكتب. ولا يهمك، اتفضل يا حاج اتفضل، زي بيتك. زي بيتك. يا الله، هي وصلت انك تتنوري عليا يا حاجة؟ اعوذ بالله، حاشا لله يا حاج. انا اقدر اتنور عليك ليه؟ ما بقاش صالحة. انت ست صالحة فعلا، انا عشان كده عايزك تسامحيني يعني اذا كنت اتأخرت عليك شوية الايام اللي فاتت دي، اصل الانتخابات. ولا اصل ولا فصل، انا عذراك يا حاج. جرى ايه؟ هو الواد فوزي قالك ولا ايه؟ يا ريت وقال لنا، يا ريت. طرح قال للشيخ السماني. يا لهوي يا عيب الشوم، ليه كده بس؟ حسابه معايا لما اشوفه يا حاج. انا ولا زعلانه ولا بشتكي ولا متضرره، انا بس كنت قلقانه وعايزه اطمن عليك. انا الحمد لله نحمد الله، انا في مشاغل ما يعلم بها غير الله سبحانه وتعالى. اصل احنا اليومين دول يا حاجه في ايام انتخابات، ربنا ما يوريكي الحزب وبقيه الاحزاب اللي ضدنا كلنا متكاتفين ضد بعض احيانا، دائما ليس الا يعني، فتلاقي بقى المشغوليه جايالي على طول، لان في القواعد الحزبيه والقواعد الغير حزبيه، فانا لازم الف بقى، بطلع من اسكندريه طاره تلاقيني طالع على سينا طاره، وخاصه سينا الجنوبيه، واحيانا اطلع على سوهاج المنوفيه، داير دايخ كده زي الفرقه الدايخه، ليس الا يعني والله. ربنا يديك القوه والصحه يا حاج، دي الزوجه الصالحه تسرك اذا ابصرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. الله عليك يا الله، ربنا ينور مخك كمان وكمان، وانتي ونعمه الزوجه الصالحه فعلا تضرك اذا ابصرت. تضرك؟ التانيه اختها تسرك. ايوه المحموده دي، تسرك اذا ابصرت. ربنا يكرمك يا حاجة ونبصر على وشك أيام سودة إن شاء الله، أيام بيضة إن شاء الله. إنني رجل متحضر، أحترم المرأة وأقدرها. مادام بتقدرها اتفضل القهوة يا حبيبي. إيه ده؟ ولست متعجبة. مش معقول،
شايف يا بابا اللي انا شايفاه؟ كما اكدوا لك في ايه يا بنت؟ بص كويس للممثله دي. يا ماما يا ماما في ايه يا مدلين؟ مالها؟ دي ام ايمان خطيب. مش ممكن. ايه الغباء؟ هي يا بابا هي ولا لا يا ماما؟ تطلعني طلقني مش مشكلة، بس اشرب القهوة يا حبيبي. جبت القهوة تحطيها مشوكات وتمشي. شكلها ايه؟ ده هي بالظبط. مش كفاية يخلق من الشبه 40؟ هي ازاي يا بنتي؟ غريبة، ده بنفس الطقم اللي كانت بيه عندنا. مش معقولة تبقى في مصر، دي قدمت لنا نفسها على انها مدرسة. ده حاجة تقلق، احنا لازم نسأل ونتأكد. هنتأكد ازاي؟ هي قالت انها مدرسة في أي مدرسة. أنا فاكرة يا أخويا. ولا أنت كمان فاكرة؟ لا يا بابا، بس انا ممكن اسال ايميل لما اقابله. ممكن نسال ايه في نقابه الممثلين؟ لا يا بابا، ايه المفاجاه السخيفه دي؟ بيكذبوا علينا ليه؟ يا رب ما تكونش هي. على فين يا استاذ؟ أنا والد خطيبة الأستاذ إيميل، ودي خطيبته بنتي، وده أخوها ابني. الأستاذ إيميل؟ الأستاذ إيميل مين؟ الأستاذ إيميل يا ابني اللي واخد عندكم حاجز في الدور الثالث شقة 12. اسمه إيميل؟ إيميل إيه؟ إيميل ويسا، حنا ويسا. مفيش حد من اللي حاجزين في العمارة بالاسم ده، اللي حاجز في الدور الثالث شقة 12 هو الأستاذ أحمد مجدي. مش ده يا بابا البواب اللي كان معانا المرة اللي فاتت؟ أنت جديد هنا يا ابني ولا من زمان؟ لا، بقالي أسبوعين بس. أمال فين البواب اللي قبلك؟ صاحب العماره مشاه. على العموم انا معايا كشف كل اللي حاجزين في العماره. اتفضل. فين يا ابني؟ غريبه، ده ما فيش اسم ايميل ده خالص. ما فيش غير اننا نشوف صاحب العماره. ممكن يا ريس تدينا تليفون او عنوان صاحب العماره؟ ممكن. ان شاء الله. ايوه هنا. ان شاء الله في خلال اسبوع هيبتدوا يشتغلوا في الكهرباء. انا عايزك بس تطمئن يا حبيبي. تعمل ومين قال اني قلقانه بس يا ايميل؟ انا مطمنه طول ما ربنا معايا وطول ما في محبه وقام بينا يا ايميل. انا عارف يا حبيبتي، بس انا عايز اقولك ان الامور ماشيه من غير تاخير، وان شاء الله ان شاء الله الاكليل هيكون في ميعاده. ان شاء الله يا ان شاء الله. وبعد كده بقى نتكلم بقى في العفش بقى والاساس والحاجات اللي زي كل حاجه تخلص. ايميل اهو. تعالى يا نصاب. لا لا نصاب ايه؟ انا هركز على بنات الناس. لا مش ايه يا جماعه، بنات الناس حضرتك نصاب. نصاب ايه يا جماعه؟ بنات الناس لعبه. لا لا لا، انت فاهم غلط حضرتك. انتوا فاهمين غلط يا جماعه. نصاب ايه؟ لا الحكايه كلها حضرتك، انت صاحبه. فاكر لما اديتني الهديه في عيد ميلاد؟ انت نصاب. اتفضلي يا استاذ. يا غشاش يا خاين. لا يا جماعه انتوا فاهمين. انا هعمل فيك عمايل. انتوا فاهمين الحكايه كلها يا نصاب. نصاب اضرب على الناس. انت فاهم؟ انا هوريلك يا جماعه. تضحك عليا؟ يا عم انت فاهم غلط. انا هوريك. انت فاهم غلط يا عم. في ايه؟ استنى انا فاهمك الحكايه كلها بقى. انا هفهمك. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده نصاب، ده حقير، دي بنتي، ضحك على بنتي. انا هفهمك. يا جماعة انتوا فاهمين غلط. كفاية يا عزيز يا بنتي، قطعتي قلبي. حظك كده، هنعمل ايه؟ اعتبر ان ربنا بيختبر ايمانك يا ستي. صدمة كبيرة قوي يا بابا، اخر حاجة كنت اتوقعها. طب ليه هو كده؟ ليه طلع كده؟ حد يجاوبني، انا دماغي خلاص هتنفجر. انا هجاوبك يا زيس يا بنتي. هو خدعك لانه مستفيد. شرير يا بنتي سمع كلام الشيطان واستفاد من شره عن طريقك وعن طريق بنات تانيين. ازاي ده يحصل؟ ازاي ده يحصل؟ انا عايز افهم ازاي يعمل معاها كده ومع اربع بنات في نفس الوقت. فين ابونا متياس يا سمين؟ وهو ابونا متياس ذنبه ايه بس يا اخويا؟ يعرف منين ان الولد كذاب ونصاب؟ احنا اللي كان لازم نسال عليه. ايميل موجود دايما في الكنيسه زيه زي اي حد جاي يصلي. ما الواد زي ما ضحك علينا يعتبر ضحك على ابونا متياس. ايميل ما ضحكش علينا لوحدي يا بابا، ضحك على اربع بنات ولاد ناس في اماكن مختلفه. ما تكلمش ابونا متياس يا بابا، ربنا لوحده هو اللي يعلم اللي جوه النفوس. صح يا إيفون، الحكاية وما فيها يا أخويا
ان الناس بتنخدع بمظاهر التدين، مش شرط ان كل اللي بيروحوا الكنيسة ويواظبوا على الصلاة والصوم يبقوا اطهار وملائكة وقديسين. ما انا قدامك اهو يا اخويا، نادر لما بروح الكنيسة، لكن عمري في حياتي ما عملت حاجة تغضب ربنا. اقعد انت بس على جنب يمين الوقت. انا اللي غلطت، انا اللي خطي، انا اللي ايماني ضعيف يا بابا، علشان كده استاهل العقاب، استحق غضب ربنا. لا يا بنتي انت مش غلطانة، انت كل عيبك انك طيبة وقلبك ابيض وبتصدقي الناس. هو ده بقى عيب في الزمن ده؟ مش عيب يا بابا، انا اكيد ربنا بيعاقبني على خطيه عملتها اكيد. انا لازم اترهبن، لازم اروح الدير، لازم. بدل ما تنصحيني انا يا كريستين انصحيه هو، خليه بطل يستفزني، قولي له ما يضغطش على اعصابي. قلت له وفهمت انه يراعي مشاعرك ويقدر ظروفك. مش هيفهم بقى، معقول هتربي واحد من اول وجديد؟ تربيه ازاي بس يا دولت؟ هو كل المطلوب منه انه يعرف انك الفتره دي في ظروف حساسه. هو اصلا مش موجود، او يعني تقدري تقولي كده، لا هو موجود ولا هو غايب. يعني ايه يا دولت لا هو موجود ولا هو غايب؟ انت بتلخبطي بين زكي ورستم. ده زكي اخوكي مش المرحوم رستم. انا عارفه، انا عارفه انه مظلوم وملوش ذنب، لكن أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعصابي فلتانة خالص، مش عارفة أعمل إيه في نفسي، مش عارفة أعمل إيه. دولتي يا حبيبتي، تحبي أوديكي الدكتور نفساني؟ يعني هيعمل لي الدكتور النفساني؟ بالكتير هيكتب لي على شوية مهدئات. أيوه، وهيساعدك كمان إنك تعدي الأزمة اللي أنت فيها. بس مش ممكن هيرجع لي رستو. رستو، مش احنا اتفقنا يا حبيبتي ان دي إرادة ربنا وانك لازم 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 انسى؟ طب ازاي اخونه يعني؟ ده مره قال لي انه حرم على عينه النوم علشان ما يشوفش حد غيري في المنام. كنت بستنى كل يوم الصبح تليفونه عشان يصبح عليا يقول لي صباح الحب والجمال يا أروع أميرة، يا أحلى دولة في العالم، يا نني عيني. كان دايماً يسألني مصر صحت؟ كان بيعتبرني مصر يا كريستي، مصر. طول عمري حظي وحش يا كريستي، جوزي الأولاني حسن مات فجأة يوم عيد جوازنا، ورستم جه مات فجأة يوم عيد الحب. وبين حسن ورستم عشت حياة كلها عذاب مع جوزي التاني، طلقني، سابني الولاد صغيرين وربيتهم لوحدي وتعبت فيهم، ولما أنا كبرت هما اللي سابوني. أنا بتهيالي حياتي كلها فراق ورا فراق ورا فراق، لكن أكتر فراق دمرني هو فراق رستم، لأني شاركت فيه، شاركت فيه يا كريستين، أنا شاركت فيه. بس إهدي، إهدي يا دولت. ولو إني أنا أشك إن أنا اللي اقترحت عليه إنه يرمي نفسه في البسين وهستناه بالوردة الحمراء، مش أنا، مش أنا، انت يا كريستين، مش كده؟ انت اللي اقترحتي عليه كده. انا؟ ايوه انت. حسام عزام،
السلام عليكم يا عم شاذلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عزام بيه. أهلا نائبنا إن شاء الله. أهلا وسهلا، اتفضل. أهلا أهلا، مساء الفل يا حاج. أهلا وسهلا، أهلا أهلا أهلا. اتفضل جنابك، اتفضل. شكرا. إن شاء الله ربنا هيوفقك وتتربع جوه المجلس وبالأغلبية كمان. كله بأمر الله يا أخ. محسوبك سعيد زغلول الشهير بالسالك من سكان الروف وفي خدمتك يعني. سكت؟ لا، السالك سعادتك، السالك. السالك. أهلا يا أخ سالك. على كل حال نفسكم معانا في الانتخابات إن شاء الله. لا كده ما ينفعش يا حاج. وإيه اللي ما ينفعش يا أخ؟ ما ينفعش حضرتك يعني تقولها بعد إذنك يعني كلمة كده وترميها والسلام. لا، لازم تدخل السطوح في البرنامج الانتخابي بتاع سعادتك. السطوح في البرنامج الانتخابي تيجي ازاي دي بقى؟ مش رشة جريد تدلعهم سعادتك. هم ماشيين يدوروا على الفقرايين دول يدوروا فوق من سطح يعقوبيان. الله عليك وعلى مخك، مخك منور يا اخ سالك. سعادتك يا اخ سالك، وانت عندك حق، احنا لازم نشوف الاخوه المهمشين اللي فوق السطوح دايما تقريبا احيانا يعني. وانا تحت امر سعادتك، ملك يمينك وشمالك كمان يا حضرت. ما بلاش شمالك دي يا اخ سالك. سعادتك يا اخ سالك، سلكها، خلينا من اهل اليمين عشان ربنا يرضى علينا ان شاء الله. ان شاء الله. قبل ما تعوزني ابعت لي طبعا على طول من عند سعادتك ظبطت الدنيا كلها. مدير دعاية وحركات وكله منه، والرزق يحب الخفية والدين ما تريحوش. ما تريحوش ها؟ مش انت جميل يا اخ سالك. سالك سالك ما شاء الله. السلام عليكم. السلام. بسلامتك. لا يا حاج، ايدك يا حاج، ايدك. الله يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. بلاش السيجارة دي دلوقتي يا حبيبتي. ليه؟ اهو مكتوب على العلبة اهو، التدخين يؤدي للوفاة. يعني ايه؟ لسه ما عرفتش يعني ايه. الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، يبقى نعيش ليه؟ ايوه يا حبيبتي، بس الحقيقة كمان ان الحياة دي عظيمة جدا، وبين الموت والحياة البني آدم ممكن يعمل حاجات كتيرة قوي كويسة. بين الموت والحياة عمر كله عذاب ومرارة، وهو رستم اهو مات ولا عمره دخل. سوري سوري يا زكي. على ايه يا حبيبتي؟ بنكد عليك وبعذبك. ابدا يا حبيبتي، اوعي تقولي كده، يعني ده انتي اختي وانا طبعا مقدر حالتك تماما. وانت ذنبك ايه تستحمل واحدة نكدية زي كده؟ لولا الشقة متأجرة سنتين كمان لكنت رجعت لها. الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده يا دولة، سنتين تلاتة أربعة عشرة، انت تقعدي هنا زي ما انت عايزة يا حبيبتي، ده بيتك. أنا بس عايزك تخرجي من الحالة اللي انت فيها دي. طب ايه رأيك؟ ايه رأيك ترجعي تخرجي تاني وتروحي النادي مثلا؟ نادي؟ لا يا زكي ما ينفعش، مش هلاقي مستنيني، مش هلاقي رستم مستنيني.
خير يا سعادة البيه. صباح الزفت. تعال هنا، تعال. مين الحيوان اللي لزق الحاجات دي هنا؟ معرفش يا سعادة البيه، ده أنا أول مرة أشوفه. أنت طول عمرك كده هتفضل نايم على ودانك؟ شيل الزبالة دي من هنا وبسرعة. حاضر. واعمل لي فنجان قهوة. حاضر، حاضر يا سعادة البيه. تفتكر هينجح في الانتخابات يا اسحاق؟ مين؟ الزفت ده اللي اسمه عذاب. ينجح ولا يسقط يا سعاده البيه؟ احنا هناخد منه حاجه. الانتخابات لا بتاكل ولا بتشرب، وعلى راي شاعر الربابه اللي بيقول السوق غالي من غير ليه، واي خضار بخمسه جنيه، والغلبان يا عيني عليه، والمسكين هياكل ايه؟ بلاش ياكل خضار يا سيدي، خليه ياكل سومون فيمي، كافيار، فواجرا. ممكن يا سعاده البيه اخد بكره اجازه. ليه بقى يا سيدي؟ هسافر انا وبنتي على الدير. انت لو عايز تروح تصلي في الدير، روح صلي يا اخي يوم اجازتك. انا مسافر انا وهي وحاسبها عشان هتترهبن. تترهبن؟ هتبقى راهبه يعني؟ ايوه يا سعادة البيه. طب ليه كده؟ محدش غصب عليها، هي اللي اختارت الحياة مع الرب. الله، فجأة كده؟ لا مش فجأة ولا حاجة، ليها أسبابها برضو. اتخطبت لواد طايش وجبان، اكتشفنا انه خاطب كذا واحدة في نفس الوقت، اتعقدت من صنف الرجالة وهبت نفسها لربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس على العموم يعني أعتقد الموضوع ده هيبقى في صالحك قوي. أنت كنت عمال تتكلم على بلاء المعيشة والأسعار الزايدة وهي في الدير، هتاكل ببلاش مش كده؟ على العموم وهو كذلك، خد أجازة بكرة بس مش أكتر من يوم يا إسحاق. حاضر يا سعادة البيه. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رايح فين بدري كده؟ هكون على فين يابا؟ على الجامع إن شاء الله، صلي الجمعة. الساعة لسه 9 يا ابني. ما هو الجامع في الحدائق يابا، بعدين إحنا بنتجمع أنا والإخوة الزملاء اللي معانا في الكلية قبل الصلاة. طه خير يابا؟ ربنا يربي قلوب يا ابني. طبعا يابا، بس أنت بتقولي كده ليه؟ أنا راجل جاهل، وطبعا فهمي ما يجيش قد فهمك وعلمك، لكن اللي أعرفه يا ابني إن الإيمان مش بالجلابية والدقن يا طه. نتكلم في الموضوع ده بعدين يابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا عم شاذلي. صباح الخير يا ابو سهيل يا بنتي. صباح الخير يا ابو سهيل. عاوزك في كلمه لو سمحت. مش فاضي. وبعدين هو احنا مش انتهينا خلاص؟ بس ده ما يمنعش ان احنا نتكلم مع بعض حتى بصفتنا جيران. نتكلم في ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ حسينة ارجوكي ما تزعليش مني. بقول لك عاوز مني ايه؟ مش هينفع نتكلم هنا في الشارع. وانا عندي شغل. وانا رايح اصلي. ممكن ان شاء الله 10 دقايق نقعد نتكلم فيهم مع بعض.
هتبطل تبحلق فيا كده وتقولي انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت انسانة كويسة يا حسين، انا متأكد ان جواكي انسانة كويسة. ياه وحضرتك اول مرة تكتشف ده؟ لا طبعا انا عارف كده من زمان، وإلا ما كنتش حبيتك، لكن ينقصك بعض الالتزام. الالتزام بايه اخ طه؟ الالتزام بحبك؟ اولا بدينك. ومين قال لك بقى يا سيدنا الشيخ ان انا مش ملتزمة بديني؟ لبسك ومظهرك، ولو ده مرتبط بشغلك انا ممكن ادور لك على شغلانه تانية محترم. دور لنفسك يا حبيبي، انا مستريحه قوي في شغلي. عموما ده كتاب يا ريت تقريه. ده بقى الشيخ اللي اقنعك ان انت تطول دقنك وتلبس كده؟ ده اللي علمني ان البشر احقر واهون من ان احنا نحبهم او نكرههم عشان صفاتهم الدنيويه. ونحبهم ونكرههم عشان ايه؟ لازم نحدد مشاعرنا تجاه الناس بناء على التزامهم بدين الله. يعني انت عايزني التزم بدين الله عشان تحبني؟ فهمت. الله ينور عليك، انا كنت متاكد انك هتفهميني. بناء على ده قبل ما تقول لي بناء على وحيث ان وثم، انت فاتتك حاجه مهمه قوي يا اخ طه، ان انا رافضه حبك قبل دعوتك الكريمه دي. بغض النظر يا ابو سعيد، بغض النظر عن مشاعري ليكي، انا عايزك تتقي الله وما تغضبيش ربنا، تعملي الصالح. تقي الله وما اغضبش ربنا؟ وانا عملت ايه يا طه؟ انت جايبني هنا عشان تهني وتجرح في سمعتي؟ مش بقيت كمان تكون ناوي تكفرني، مع ان ده مش من حقك ولا من حق الشيخ بتاعك. مصيبه ان انت بتقول الكلام ده باعصاب هاديه ودم بارد وبتشرب كابتشينو، عمال تحاكمني وتحاسبني وتجرح فيا وتسلبني حقوقي بمنتهى البساطه او بمنتهى الغباوه. حسينة يا طه، على قد ما كنت بحبك زمان، على قد ما نجحت دلوقتي تكرهني فيك. من فضلك يا طه، من فضلك مالكش دهوه بيا خالص، انت واحد ملتزم وملتحي وانا عصيه ومذنبه ومش متدينه، بلبس قصير وعريان وعجبني نفسي على الحال ده ومش هتغير. يعني انا وانت ما ننفعش لبعض، ما نلقش على بعض. طه من فضلك انساني وابعد عني، فاهم؟ انسان يا طه وابعد عني، ابعد عني. الو، ايوه يا زكي، انت فين؟ ده ولاد جنبك؟ دي اتجننت خالص، دي بتتهم ان انا اللي قتلت رستو، بتقول انها شاكه ان انا اللي قلت له ينزل يعوم في البسين ولما يطلع تديله ورده حمراء. هم بيسموها في علم النفس الحاله دي يعني اسقاط او حاجه زي كده. لو انت صادقه ده اسمه ازاحه، هي بتحاول تزيح اللي بتعمله عليك انت. اه طبعا مرض نفسي ومحتاج لعلاج، خصوصا انها من شويه كده لما حكت لي بالانتحار. والله انا المعلومات اللي عندي ان دوره الاكتئاب بتبقى في اعلى حالاتها الصبح، والدليل على كده انها ما بتفطرش خالص واهملت في شكلها وفي منظرها، وطول الوقت عماله تعيط ومش عايزه تخرج ابدا وما بتبطلش تجيب سيره الموت. انا عرضت عليها انها تروح للدكتور نفساني بس هي رافضه خالص. انا قلقانه عليها قوي يا زكي. وانا اكتر منك، بس ايه الحل يا زكي بيه؟ طيب طيب يا كريستين، هبقى اكلمك بعدين، باي باي دلوقتي. موبايلي؟ اعتبرني مش موجودة وخد راحتك يا عناية. اخد راحتي؟ اولا انا ما باخدش راحتي غير معاكي انتي، انتي وبس اللي في القلب. لوحدي او مع غيري ما تفرقش، ده انا بقى عبيطة لو اتضايقت او غيرت عليك. تبقي عبيطة وتفتكري يعني ان دي حاجة تساعدني؟ انا ماليش حق عليك. على فكرة عارف كويس قوي انتي تقصدي ايه، انك مش مراتي، وده مش مراتي يبقى مالكيش حق لا تتضايقي ولا تغيري عليا، مش ده قصدك؟ ايوه هو ده قصدي. طب ده حق الحبيب على الحبيب اقوى الحقوق. عارف اوحش حاجه فيك انك ريشه، يا ريتك كنت بريزه. الله 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 الله، معنى ايه الكلام ده بقى؟ معنى ان كلامك حلو سكر بس ما يوكلش عيش. وهو كذلك. ممكن تثبتي مكانك بقى شويه عشان اعرف الشغل؟ طب قبل ما انسى بقى، شد الاستك واديني لسعه. ايه الكلام الفاضي ده؟ بقولك عايز اشتغل تقولي لي استك ولسعه؟ خلاص ما تعصبش قوي كده، اتفضل ارسم. حاضر هتفضل، بس ممكن تقولي لي انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه 1000 جنيه واديني القبيج تلاقيني حنين. ممكن رباب
بالراحة عليا شوية. معلش أنا عارفة أني بطلب منك كتير، بس لولا عيامي ما كنتش طلبت. حاضر يا ستي، تحت أمرك. ممكن تنزلي إيدك الشمال تحت شوية؟ حاولت أتكلم معاها وهديها، رفضتني العصية وصدتني. أنت بتضحك؟ إيه اللي بقوله في كلامي يضحك؟ اللي يضحك إنك بتتحجج بمسألة هدايتها دي، لكن الواضح إنك لسه معذب بحبها. صح استنتاجي ده ولا لا يا أخ طه؟ صراحة صح، صراحة أكتر بقى مش عارف على الحل. الحل يا سيدي في ديوان الشافعي رضي الله عنه. أنا عارف إنك بتحب شعره. الإمام الشافعي اتكلم عن حالتي دي؟ آه طبعاً. زاروا راجل في مرة ومعاه رقعة كتب عليها: سلي المفتي المكية من آل هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ ماذا يصنع؟ فكتب الشافعي تحت البيت: يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. فرجع الراجل تاني وسأل: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم عضه يتجرع؟ فكتب الشافعي: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع. الصبر، الصبر يا طه. أنا رأيي برضو إنك تستشير الشيخ شاكر وتستنير بحكمته. أيوة بس إزاي؟ أنا انكسف أتكلم معاه في حاجة زي دي قدام الزملاء، وبعدين أنت أكتر واحد عارف إن الانفراد بيه صعب جدا. ولا صعب ولا حاجة، أنت ممكن تزوره في بيته، إيه رأيك؟ أنا ممكن أحدد لك معاه ميعاد ونروح مع بعض، وبعد كده أسيبكم تتكلموا براحتكم وأستأذن أنا وأمشي. يا ريت يا خالد، النبي أنا نفسي أقعد مع الراجل ده. في أمان الله يا حاج، مع السلامة. أنت تصورتي طبعاً إنه بالعشرة وبمرور الوقت سوف يتنازل عن شروطه شرطاً وراء الآخر، أليس كذلك؟ بلاش يتنازل، أنا رضيت ووافقت على معظم شروطه، لكن ما يحبكهاش قوي، وخصوصاً يعني. وخصوصاً إيه؟ خصوصاً إن هو حبني واستريح لي، ده لغاية موضوع ابني ده كل يوم كان عندي. أنا راجعته في هذا الموضوع. آه بس أنا عمري ما حرضته يعني إن هو ما يروحش البيت التاني. بالعكس. بالعكس إيه بقى؟ هو لم يعدل وأنت الآن تشكين منه، إذن هو لم يعدل بالنسبة لها ولم يعدل بالنسبة لك. بصراحة يا سيدنا الشيخ أنا عمري ما كنت متصورة إن هو قاسي قوي كده، قلبه جامد يا سيدنا الشيخ، كسر نفسي وكسر نفس الولد قوي. ما تبلغيش يا سعاد، وحسب روايتك أنه لم يفعل أكثر من أنه انسحب خارجا من المنزل. أيوة بس كان يجرى إيه يعني؟ لو كان دخل كده طبطب على الولد وباسه وقال له كل سنة وانت طيب، ما حسوش يعني انه يتيم. شروطه فوق دماغي يا سيدنا الشيخ، لكن قسوته دي صعبة علي قوي. هدي نفسك يا سعاد وادعي: اللهم اذهب عني الهم والحزن، وانا سأتحدث معه وبإذن الله سوف ينصفك ويرد لك حقوقك كاملة. فكيرة هايلة، والمهم بقى إنها جاتلي من السالك مش منك يا أستاذ يا عظيم. لا 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 لا، ما تقولش كده حاج، لو صبر القاتل. طب ده أنا دلوقتي حالا كنت لسه هقولك على فكرة إن برنامجك الانتخابي يشمل دراسة حال العشوائيات وضرورة إيجاد حلول عملية للمشكلة دي. أيوة أمال إيه، لازما يشمل وحلول عمليه وكل حاجه. فهو احنا لازم ناخد بالنا من الجماعه بتوع المعشوائيين دول، ده في ناس يا ولده في الحوالي وفي الازقه وبعدين تحت الكبالي وفي وسط القطرات وفي حتت معفنه. انت تعرف يا حاج في كام منطقه عشوائيه في مصر؟ انا اللي اعرفه منطقه ابو حشيش وحكر ابو دومه وتل العقارب، في كمان عشش المهاجرين وحكر السكاكيني والدويقة ومنشية ناصر. يا حاج عزام، القاهرة لوحدها فيها 81 منطقة عشوائية وفي 1174 منطقة عشوائية في بقية المحافظات، رقم مخيف. ده مخيف قوي، لا إله إلا الله، ده على كده المتعشوائيين دول بالملايين بقى. 12 مليون بني آدم، منهم 2 مليون ونص في الجيزة و2 مليون في القاهرة. يا سبحان الله. طب وبعدين بقى والناس دي يعني هتسيبها كده؟ ما هو ذات نفس البرنامج الانتخابي بتاعي لازم اتكلم عليهم. انا هكلم المعشوائيين دول اقول لهم ايه يعني؟ انا عامل لك بقى دراسه متكامله هتقولها في السرادقات والتجمعات اللي بتحضر فيها،
فيها حلول عملية للمشكلة دي. ما أصل حاج لازم نقول إن رجال الأعمال الشرفاء اللي زيك كده لازم يشاركوا في حلول لمشاكل البلد، مش بس تسيب كل حاجة على الحكومة. على خيرة الله. وعلى كل حال أنا هبدأ من بكرة ومن سطوح عمارة يعقوبيان. ده كلام فارغ وما ينفعش، انا ما طقوش. انا موتي وسمي مخالفة الاتفاق. يا حاج انا ما خالفتش الاتفاق ولا حاجة، كل الحكاية يعني ان انا افتكرتك وافقت. يا صلاة النبي، افتكرتيني وافقت؟ ايه؟ من ذات نفسك كده؟ ولا حد قالك؟ ولا انت بتمتحنيني؟ ولا حد قالك ما تجربي يمكن الليلة تعدي؟ لا انا كلمتك واستأذنتك، بس من الواضح يعني انك كنت شارد كده وسرحان في مشاغلك وما خدتش بالك. ما خدتش بالي ايه وخيبة ايه؟ انت غلطت نوبتين، نوبتين. مرة لما جبت ابنك من اسكندرية لمصر هنا، والمرة التانية ما رحت للشيخ السمان اتفقت معاه وخرجتي ورحت لغاية عنده من غير اذني. طب اخد اذنك ازاي بس؟ اذ كان انا رايحة اساسا اشتكي له منك واقول له يعني اني كنت فاكرة ان انت بتحبني يعني، بس الحقيقة طلعت غير كده بقى خالص. بحبك ايه وكلام فارغ ايه؟ ما تدخليش الهزار في الجد. انا الكلام ده ما طقوش. طب بس بالراحة بالراحة والنبي يا حاج عشان خاطري، يعني على الاقل يعني كده فهمني عشان لما اطيعك يعني يبقى حاسة الطاعة دي وليها معنى. لا معنى، انا لسه هفهمك. قلت لك 100 مرة الشرع والدين والقانون كمان بيلزموك تطيعي جوزك من غير ما تتكلمي. حاضر، انا ما قلتش حاجة طبعا يا حاج، بس يعني اديني فرصة، اديني فرصة ان انا اناقشك. وبعدين انا مش شايفة انها فيها حاجة يعني لما اجيب ابني يعني اشوفه واطمن عليه. الكلام ده كان يتقال قبل الاتفاق، قبل الجواز، بس بعد كده انتهينا. وبعدين انت بتفهميش، انا داخل انتخابات، داخل انتخابات. انت مش فاهمه خالص يعني ايه انتخابات. طب ومال الانتخابات ومال اللي انا بتكلم فيه ده يا حاج؟ مال ومالها ازاي يعني؟ الحكايه كلها لازم تتم في سر. انا عندي النفسيين ناس قصادي مستنيين لي وقعه، مش عايز حد ياخد خبر، حد يتكلم، يلسن، يشاور. استغفر الله العظيم. على كل حال انا قلت لك كلمة أخرانية، أنا هعتبر اللي حصل ده كأنه ما حصلش، عفى الله عما سلف. لكن أقسم بالله لو غلطة تانية من النوع ده هطلقك. هذا زمان الأونطة. أنا بحب المعشوقين قوي. إن جهاد النفس يا طه هو الجهاد الأكبر. ومن سطوح عمارة يعقوبيان. فقراء السطوح، راعي مصالحكم. يوم عيد الحب. الفساد توحش. وده اللي معذبني ومحيرني يا مولانا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.